الصندوق المكيف يساعد على حفظ إحدى أشهر اللوحات في العالم، رسمها ليوناردو دافنشي وهي رسمه الشخصي. الخطر الأهم الذي يهدد اللوحة التي تعود إلى العام 1515 هو الصدأ. اللوحة محفوظة في الصالة السفلية من المكتبة الملكية في تورينو وليست معروضة للزوار. كلية العلوم والهندسة صممت الصندوق المكيف لإعطاء اللوحة فرصة المشاركة في معرض دولي. النظام رائد، كل قطعة تملك نظامها الخاص، ما يسمح لنا بالتأكد من حالة الحفظ والقيام بذلك مباشرة. والعلبة المكيفة هي من تصميم أوتو آرت في البندقية. الشركة تعمل مع أهم المعارض من حول العالم. سقف الصندوق الزجاجي غير قابل للكسر ويسمح برؤية كافة التفاصيل. وعلى الجوانب رشت حبات سيليكات الملح التي تمتص الرطوبة، وتقوم لقطة بدون أسلاك على أسفل العلبة بتأمين مراقبة درجات الحرارة والرطوبة على مدار الساعة، وترسل المعلومات إلى مركز المراقبة. وهذه المعلومات يمكن معاينتها في أي لحظة وفي أي مكان. مثلاً في هذه اللحظة يمكننا معرفة درجة الحرارة وهي 19، حيث تم تخزين الرسم الشخصي والرطوبة النسبية، ونسجل المعلومات التي نحصل عليها على مدى 24 ساعة، ما يمكننا من تقييمها ومعرفة إن كان هناك تقلبات أو مشاكل ما. وإذا تخطى المستوى المسموح به نتلقى رسالة خطية أو بريد إلكتروني مرسل إلى الشخص المحدد الذي يتلقى الإنذار، وفي هذه الحالة نقوم باتخاذ التدابير اللازمة قبل أن تصل الظروف إلى حالة خطر. وبعد نهاية المعرض في فيناريا سيتم الإبقاء على الرسم الشخصي في الصندوق المكيف، حيث يكون في حالة أفضل، ما يسمح بدراسات العمل بشكل أدق. لا شك أن ليوناردو دافنشي هو الذي رسم اللوحة، لكن الخبراء شككوا طوال عقود على أنه رسم نفسه، والدراسات العلمية المرتبطة بالمعرض أكدت على أن الوجه هو وجه ليوناردو. الانتقادات كانت تشير إلى أن الوجه هو لشخص عجوز، في حين أن ليوناردو توفي عن 67 عاماً. نعرف أن ليوناردو في آخر سنين حياته أصيب بانهيار وأصيب بسكتة دماغية وانشل ذراعه اليمنى. بالطبع رسم بذراعه اليسرى، بالطبع الضعف أثر عليه. أكاديمية جائزة دانتي فيريتي هي المشرفة على المعرض في الساحة الملكية في فيناريا، حيث أفردت فسحة مخصصة لأعمال ليوناردو وتأثيره في الفن المعاصر. أسطورة دامت ما يزيد عن 5 قرون، فما هو سر ليوناردو؟ ليوناردو غريب وكان ناجحاً في كل شيء، في الرسم والكتابة، ولديه الكثير من الأفكار. كتب ما يزيد عن 10,000 صفحة، ويمثل الرجل المتكامل المبدع، الرجل الذي يمتلك المعارف في كافة الميادين، الذي اخترع كل شيء وترك لنا رسالة، الرجل الذي خرج من العصور الوسطى ودفع نفسه في العصر الحديث.